هل صليت على النبي اليوم؟ لافتة سرعان ما انتشرت في الشوارع والأسواق المصرية وعلى وسائل النقل العامة منها والخاصة. لاقت هذه اللافتة رواجاً واسعاً بين أوساط المصريين، وساهم بعضهم في طباعة اللافتة وتوزيعها مجاناً، ما أدى لانتشارها وبشكل سريع في عدد من المحافظات دون معرفة مصدرها أو الجهة التي تقف وراء توزيعها. حاجة زي كده ما فش كوين، فطبعاً الناس عايز يضرب من ربنا، حسد ما بعدت عن ربنا، وبعدين حاجة زي كده صورها كبير. دعوة مفيدة للإنسان اللي عشان يعني بيتذكروا بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وبالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الإعلام المصري كانت له وجهة نظر مختلفة وسارع لصبغ هذا العمل بالتطرف والعنصرية، معتبرا إياه لونا جديدا من ألوان استغلال الدين لمصالح سياسية تقف خلفه الجماعات الدينية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، للتخطيط المسبق لانتخابات مجلس الشعب. أيوة بستنكر، وأيوة أرفان، وأيوة بستهجن، وأيوة بقول لأجهزة الدولة أنها تقيم القانون، هذا ممنوع. لكن هذا القول وجد من يكذبه. وأقسم بالله، أقسم بالله، أنا أخذها من واحد مش تبع السيسي، وهي لا إله إلا الله تبع السيسي، هو يعني هو منتمي للسيسي مش السلف ولا أي حاجة. لا، ما هم بيقولوا فعلا سلف، ما هم بيقولوا فعلا دي تبع سلف، ولا في السلفيين ولا أخواننا المسلمين عاملين. أقسم بالله، أقسم بالله، واحد تبع السيسي أنا جايبها من الورقتين، وجايبها من واحد تبع السيسي. وزارة الداخلية وجهت حملات أمنية لمواجهة الظاهرة التي وصفت بالطائفية للقضاء عليها وعلى من يقف خلفها. شرطة المرور سرعان ما التزمت بحملات الوزارة لملاحقة هذه الظاهرة، وقامت بتغريم كل شخص يضبط بحيازتها أو يعمل على نشرها. دفعت مصالحة بسبب الورقة اللي مكتوب عليها هل صليت على النبي، مصالحتين ب 30 جنيه، كل مصالحة ب 30، ومن بعديها شلت الورقة ما حطيتهاش تاني. الحملة ضد لافتات هل صليت على النبي تأتي في سياق ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب، فهو سيل جارف ينتزع أبسط الأمور التي تعتبر من سمات الشعب المصري، بعيدا عن أي واقع يلقي بظلاله على كل كبيرة وصغيرة.